الداعية الصغير. يقول الدكتور عبد الرحمن الصميط الطبيب الكويتي والداعية الإسلامي الكبير في أفريقيا والذي هدى الله على يديه ما يزيد عن 13 مليون إنسان للإسلام، بالإضافة لمن هداهم الله على يده من أسلم. كنت أقف ذات يوم فوجدت سيدة أفريقية تبكي وتتوسل لأحد الأطباء القائمين على مساعدة الأطفال الصغار وعلاجهم في بعثتنا في أفريقيا، وقد تأثرت لشدة أضرارهم وتمسكها بتحقيق مطلبها. فتحدثت مع الطبيب فقال لي إن ابنها الرضيع في حكم الميت ولن يعيش، وهي تريدني أن أضمه لأعداد الأطفال الذين سنرعاهم، وما سننفقه عليه من مال لا طائل منه، إنه الطفل لا يعيش إلا أيام والمال أولى به غيره. ثم نظرت إلى الأم والطبيب كان يتحدث معي بنظرات أو نظرت يعني نظرت إلي الأم بنظرات توسل عندما كان الطبيب يتحدث معي واستعطاف. فقلت للمترجم اسألها كم تحتاج من المال كل يوم، فقالت له على المبلغ، فوجدته يقول ثمن مشروب غازي في بلدي. فقلت الله أكبر. فقلت للمترجم لا مشكلة، سأدفعه من مالي الخاص. وطمأنتها فأرادت تقبيل يدي فمنعتها وأعطيتها مبلغا من المال وقلت لها هذه نفقة عام كامل لابنك. ثم أشرت إلى أحد مساعديني وقلت لها عندما تنفذ النقود هو سيعطيك ما تحتاجيه، ووقعت لها على يعني صرف الشيك المبلغ المتفق عليه. والحق أنا اعتبرت طفلها فعلا ميتا، وما فعلته فقط لكي أهدي الأم المسكينة، خاصة عندما كانت حديثة عهد بالإسلام. وتمر الأيام والشهور والسنين وقد نسيت الموضوع برمته، وبعد أكثر من 12 عاما تخيل، وأجاني أحد الموظفين وقال لي هناك سيدة أفريقية تصر على لقائك وقد أتت عدة مرات. فقلت لها أدخلها لا مشكلة، لدي الغرفة ومعها. فدخلت إلى الغرفة ومعها طفل جميل الوجه هادي، وقالت لي هذا ابني عبد الرحمن، أتم حفظ القرآن والكثير من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحمله أن يصبح داعيا للإسلام معكم، وحلمه أن يصبح داعية إسلامي معكم. تعجبت وقلت له ولماذا تصري على هذا الطلب مني؟ ثم نظرت للطفل الهادف فوجدته يتحدث العربية وبلغة هادئة. قال لي لولا الإسلام ورحمته ما كنت أعيش وأقف بين يديك الآن. لقد حكت لي أمي قصتك معها وإنفاقك علي طيل مدة طفولتي، وأريد أن أكون تحت رعايتك، فأنا أجيد اللغة الأفريقية وأحب أن أعمل معكم كداعي لله، ولا أحتاج إلا لطعامي فقط، وأحب أن أسمعك تلاوة للقرآن. ثم أخذ يتلو آيات من سورة البقرة بصوت شجي وعيناه جميلتان تنظران لي متوسل أن أوافق. وهنا تذكرتها وقلت لها هل هذا هو الطفل الذي رفضوه ضمه للرعاية؟ فقالت نعم نعم، ولذلك أصرت أمي أن تقدمني إليك، بل ولقبتني باسمك عبد الرحمن. يقول الدكتور الصميط في هذه اللحظة لن تستطع قدماي أن تحملان، وسقطت على الأرض وأنا شبه مشلول لهول الفرحة والمفاجأة، وسجدت لله وأنا أبكي وأقول ثمن مشروب غازي يحيي نفسا ويرزقنا الله بداعية له ونحتاجه، كم من أموال أنفقناها بلا طائل ولا جدوى ولا. وقد أصبح هذا الطفل من أكثر دعاة أفريقيا بين قبائلها شهرة وقبول لدى الناس، فكم هي جميلة جنة الله، وكم أن التقرب إلى الله سهل لا يكلف، فلا صلاة ولا دعاء يطلب عنه مقابل مالي، وكم من صدقة قليلة حولت حياة أناس كثيرين وجعلتهم أكثر سعادة، وكم نحن مسرفون بلا هدف.